الشجرة اللي تعلق عليها الأمنيات تتحقق. والله أنا هم بنفسي هواي أماني وأتمنى كلها تتحقق. يعني مثلاً أتمنى من قوات البيشمركة البطلة أن تطرد القوات التركية من دهوك وبعشيقة. أتمنى الحلبوسة والخنجر يستعملون ملف التبادل التجاري ضد أردوغان لزيادة حصة العراق المائية. أتمنى العراق يصعد الكأس العالم. أتمنى الكهرباء تبقى مستمرة. أتمنى المدارس الأهلية شوية تراعي ظروف الناس وتخفض أقساطها. أتمنى من مجالس المحافظات الجديدة يختارون محافظين يخافون الله ويشتغلون محافظاتهم ويصححون أخطاء المحافظين السابقين اللي ما شفنا منهم غير الوعود الكاذبة واللي أنا قررت أن أكون محافظة لصلاح. أقول لك أنت يمكن شجرة صينية لأن أول أمي فقست بيها ورجعت أبو مازن للمحافظة وهو أكبر إنجاز عنده. استورد هوايش ووزع الأرامل للمحافظة. شوفي لي محافظ أكاديمي، محافظ اقتصادي عنده خبرة مالية. شوفي لي مهندس معماري يطور البنية التحتية. لا 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 خاف يطلع من التلح البوسي. لا ما أعرف عمي. جيبي لي محافظ رياضي أقلها ينهض بواقع الشباب ويطورها بدل ما شبابنا بقابلين الموبايلات وقاعدين يلعبون بوبجي ولا شغل ولا عمل. شباب انا قلت لكم جيبوا لي شجره الكريسماس مو شجره الملعونه. ادري انا قلت لي جيبي لي محافظ رياضي عبالي جيبي لي مبابي جيبي لي كريستيانو رونالدو نور صبري مو محمد جميل المياحي.